وقول في بلادنا قامت الدولة بإعطاء كل شخص عاطل عن العمل مبلغا من المال، لكن هذا المبلغ سوف تعطيه الدولة للشركات وبعض المصارف الربوية، ومن ثم يأخذه هذا الشخص أو من ثم يأخذ هذا الشخص الأرباح الناتجة من المصارف لمدة 5 سنوات، وبعدها يعطونه المبلغ الذي شغلوه. فما حكم أخذ هذه الأرباح مع صعوبة معرفة أرباح المصارف؟ تعيد السؤال العزيز. يقول سماحة الشيخ، في بلادنا قامت الدولة بإعطاء كل شخص عاطل عن العمل مبلغ من المال، ولكن هذا المبلغ سوف تعطيه الدولة للشركات وبعض المصارف الربوية، ومن ثم يأخذ هذا الشخص الأرباح الناتجة من المصارف والشركات لمدة 5 سنوات، وبعدها يعطونه المبلغ الذي شغلوه له. فما حكم أخذ هذه الأرباح مع صعوبة معرفة أرباح المصارف؟ إذا كنت تعلم أن هذه الأرباح من الربا فلا يجوز لك تأخذها، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إذا كنت تعلم أن هذه المبالغ من الربا فلا يجوز لك أخذها.